بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا في محافظة القاهرة في عابدين. منذ قليل انا تشرفت ان انا قابلت مجموعة متميزة من شباب طلاب جامعة حلوان المشاركين في اسبوع شباب الجامعات العاشر اللي هيعقد في مقر جامعة قناة السويس ان شاء الله من 10 ل 17 سبتمبر. جامعة محافظة القاهرة فيها ثلاث جامعات رسم حكومية، جامعة حلوان وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى عشرات مجموعة أخرى من الجامعات الخاصة. أنا طبعا كان نفسي إن أنا أبقى موجود في كل جامعة من دول والشعلة بتعدي فيها، لكن طبعا عدد الجامعات كبير، فكان الاتفاق مع جامعة حلوان مع وزارة الشباب والرياضة إن اللقاء يكون هنا في مقر محافظة القاهرة. هم هينطلقوا الآن بعد هذا اللقاء حتى يساعدوا إن شاء الله لفعاليات اسبوع شباب الجامعات اللي هو يبدا بعد 3 ايام من دلوقتي يوم الخميس القادم ان شاء الله باذن الله. اسبوع شباب الجامعات اللي بتنظمه وزاره التعليم العالي والجامعات المصريه ووزاره الشباب والرياضه، تقليد جميل جدا، بيبقى فرصه لطلاب الجامعات ان هم يلتقوا مع بعض في منافسات رياضيه وثقافيه وغيرها من المسابقات اللي بتقوي اواصر الصداقه ما بين طلاب الجامعات والتواصل ما بينهم وبين بعض وتناقل الخبرات وغيرها من الامور اللي تهم الشباب. اسبوع شباب الجامعات يتم تحت رعايه سيد رئيس الجمهوريه، وده يوري قد ايه الدوله بتهتم قياده وحكومه وشعب بالشباب، وان اسبوع الشباب ده منتج ويكون على اعلى مستوى ان شاء الله كما يعني تعودنا من شباب مصر الواعد الصاعد ان شاء الله. انا بحيي جامعه حلوان ومندوبيها وطلابها اللي موجودين معانا هنا النهارده، وان شاء الله زي ما قلت تبدا اسبوع شباب الجامعات وجامعات محافظه القاهره تكون متصدره ومتفوقه ان شاء الله باذن الله.